تعالى يا غالي اقول لك معلومات صدمه وغريبه عن طائر العقاب ملك الجو، اللي حرفيا دي هتكون اول مره تسمع عنها في حياتك. بس في البدايه كده يا باشا خليني اقول لك ان لو سالتك وقلت لك ايه هو العقاب هتقول لي النسر طبعا، وده كله كلام غلط علشان الفرق بينهم شاسع، وده بقى لان العقاب اقوى واشرس من النسر بكتير، وده بقى بالتحديد اللي بيخليه يفرض سيطرته على المجال الجوي كله بلا منازع او منافس. وكمان طائر العقاب بيمتلك القوه والمهاره اللي بيخلوه على قمه الهرم الغذائي في عالم الطيور الجارحه بالكامل. ولك ان تتخيل معايا كده ان من كتر شراسته وقوته يقدر يكسر ايد انسان بالغ بكل سهوله جدا باستخدام رجل واحده بس من رجوله، وقوته وحجمه الضخم ده بيساعده جدا في صيد الحيوانات الاكبر منه بكتير زي الخنازير والقرود، وساعات بتوصل للغزلان كمان انت متخيل. وبخلاف قوته واسلحته الفتاكه العقاب عنده قوه بصر يعتبر الاقوى في عالم الحيوان كلها بعد البومه طبعا، واللي بتساعده بشكل كبير جدا انه يشوف الفريسه بتاعته من على بعد 5 كيلو متر، وده بالتحديد اللي بيخليه اقوى طائر في العالم. ودلوقتي بقى يا صديقي يا ريت تقول لي بكل صراحه، شايف ان العقاب يستاهل انه يكون اقوى طائر في العالم، ولا انت شايف ان في طائر اقوى منه؟ سلام.